أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمشاهدينا في كل مكان داخل تونس وخارجها، وسعداء أن نجدد دائما معكم التلاقي في زدني علما مع مواضيع لتستجيب إن شاء الله لأفق انتظاركم، مواضيع عودناكم بأن نكون لاصقين فيها إلى شواغلكم إلى اهتماماتكم إلى الواقع. المواضيع اللي طرحناها في الحصص الماضية مواضيع لاقت تفاعلكم بشكل كبير، وهذا أسعدنا. والقضايا اللي نطرحوها دائما مرتبطة باهتماماتكم بما يتعرض المواطن في كل حين في كل مكان من شواغل واهتمامات، ونحاول نقرب قدر المستطاع لكم في كل حلقة. وتجمو تتواصلوا معنا سواء كان مباشرة من خلال زدني علما، وإلا من خلال أيضا الصفحة الرسمية لزدني علما على الفيسبوك، البريد الإلكتروني مفتوح على ذمتكم، والتليفون كيف كيف تنجموا تكونوا حاضرين معنا، أهو الرقم موجود على ذمتكم في الشاشة 74 621 607. يخليكم مباشرة معنا باش تشاركونا وتتفاعلوا معنا وتبلغوا أصواتكم، لأن صوتكم مسموع في قناة القلم وفي زدني علما. سعداء بأنه تكون هذه الأصوات موجودة دائما، سعداء كذلك بأنه في زدني علما نتلقى والأساتذة الأجلاء يشرفونا بحضورهم في كل حصة. الأستاذ أحمد بوشحيمة، أهلا وسهلا بك سي أحمد، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي نوري، أهلا بأخي الأستاذ محمد مديني، مرحبا حضرات المشاهدين الكرام. نأمل أن تكون حصة الليلة فيها من التفاعل وفيها من الجدية والإضافة والفائدة ما يحقق مأمولكم منها، وبالله التوفيق إن شاء الله. أيضا شرفنا بالحضور الأستاذ محمد المدنيني، أهلا وسهلا بك سي محمد. أهلا وسهلا بك وبالأستاذ أحمد بوشحيمة وكذلك بجميع مشاهدين الكرام. الليلة وفي زدني علما مشاهدينا مش نطرح مسألة على غاية كبيرة من الأهمية، علاش؟ لأنه هذه المسألة طرحت بشكل جدي ما بعد الثورة، لأنه ظهرت أكثر وبرزت أكثر في المجتمع التونسي، وهي مسألة التعليم القرآني. هل يمثل التعليم القرآني مشاهدينا الكرام في مختلف الفضاءات، هل يمثل خطرا على المجتمع؟ سؤال نطرحه معكم، وأسئلة أخرى تطرح أيضا في هذه المسألة. هل القائمون على التعليم القرآني يتعاملون بحكمة وتدبر مع هذا الشأن في مختلف الفضاءات، أم أنهم يعملون على تجييش أطفالنا دينيا وعقائديا؟ هل التعليم القرآني يلحق الاضطراب النفسي على أطفالنا؟ لماذا تتعامل بعض الجهات الرسمية منها وغير الرسمية مع التعليم القرآني تعاملا مخصوصا، سواء كان الجهات الرسمية سياسيا وإلا بعض الجهات الإعلامية اللي ربما تتعامل بشدة مع هذه المسألة، وعلاش وما مبررات ذلك؟ هذه الأسئلة مش نطرحوها معكم في مسألة التعليم القرآني في تونس، وبإمكانكم تتواصلوا معنا في القنوات الاتصالية المعروفة، الفيسبوك، البريد الإلكتروني والتليفون، نذكركم به 74 621 607. والمنطلق ديما أصواتكم وديما تجاربكم وديما كذلك ما تتعرضوا له انتم وصغاركم في المجتمع بما يتعلق بمسألة التعليم القرآني. علاش تهزوا صغاركم للكتاب وشنو يقرأوا في الكتاب ولماذا الكتاب تحديدا؟ سؤال طرحناه عليكم وهذه الإجابة. نحب نتعلم ونحب نحفظ الأناشيد اللي نحبهم، ونحب نقرأ القرآن، ونحب نعمل شوية أشكال، فما تلوين، فما محفوظات، فما نشيد الوطني، فما تلوين، فما قراية، فما قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الولد المهذب أنا الفتى النظيف مهذب لطيف أقوم في الصباح أسعى إلى الفلاح فأغسل يدي والوجه والرجلين فألبس ثيابي وأحمل كتابي أسير نحو القصم بيمة وعزم فأحفظ العلوم والخلق الكريم سأنفع بلادي بجد واجتهادي. شو اللي خليك تقري ولدك وإلا بنتك في الكتاب؟ والله اولا عندي شكون في الفامي معناها قرا في الكتاب هذه والمستوى نتاعهم معناها مستوى طيب بالكدا ودخلوا معناها المدرسه تبارك الله الاولي معناها فما شكون في العائله شجعني وتو تلاحظ ان الاولياء الكل وجهه نتاعهم قاعده تمشي للكتاب. قريت بنتي في الكتاب هذايا على خاطر لا ديسيبلين هوني في الكتاب هذايا مش يقريوهم معناتها الحروف والاعداد فقط مي يقريوهم ويعلموهم السلوك والتربيه معناتها هذايا كتاب لكن هو سنه تحضيريه. تعلم التلميذ معناتها طريقه الكتابه على قاعده يعني والمواد كل تقرا يقراوها قران محفوظات القصه يخرج تلميذ يعرف يكتب قصه من الكتاب هذايا فهمت قصه يعرف ينتجها انا من تجربه انطلاقا من تجربه صغاري مش هذايا مازال يعني لحق متميزين خرجوا متميزين من الكتاب هذايا. الطريقه على المستوى البيداغوجي ثم ترغب التلامذه الترغيب من الصغرى ثم جانب اللهو واللعب تعلمهم وهم يلعبوا في نفس الوقت وثم كذلك حتى عملية إنتاج وثم تكوين مستوى تكوين علمي وتكوين حتى في جانب ديني ما هوش مهيمن لكن الإشكال هو مش نقولها بصراحة لا ما هوش كتاب بالمعنى التقليد القديم ولا بالظاهر الفيض موجود اليوم أو كل واحد طريقة التدريس واحد منقب يقري واحد عذاب القبر وخاصة ثم جانب هنا انفلات في فتح ما يسمى بالكتيب لكن لا علاقه لهم لا بالتعليم الديني ولا باستعمال العقل. شنو برنامج التدريس في الكتاب؟ البرامج الكتاتيب ترتكز اساسا على القران، المحفوظات، النشاط الحركي، انشطه منطقيه، تربيه تشكيليه، عبادات، اخلاق وعبادات. يتلقاش المدرس تكوين في بيداغوجيا وتكوين في علم النفس التربوي وتكوين في علم النفس الطفل؟ بالنسبه للتكوين البيداغوجي موجود كان موجود قبل الثورة موجود نتلقاوه ونتلقينا أما بالنسبة بعد الثورة ما زلنا ما تلقينا حتى شيء وبالنسبة لعلم النفس ما عندناش بالكل خلاص ما عندناش حتى تكوين علم النفس. هل أنه التكوين هذا يخضعش المتابعة بيداغوجية فماشي تفقد يجي معناها ويشوفكم ويرى معناها شنو قاعدين تعملوا في البرنامج التدريسي متاعكم؟ والله بالنسبة هو يخضع سابقا كان يخضع وحتى تو مازال يخضع وانما قبل ما كانش ما نحسوهاش احنا تفقد قبل كنا نحسوه امن سياسي ما كناش نحسوه تفقد للبعض بعض خدمه بنزاهه مشكورين والبعض ما خدموش تحس فيهم كانوا بوليس مسيطر عليك يجيك باش يقول لك يجيك المتفقد يجيك باش يقول لك علق لي صوره فلان علق لي صوره الزين علق لي نحي لي الصوره هذه فيها بنيه محتجبه نحي لي اما باش كان فما تفقد باش يزيد ينور لك ثنيتك ولا ياثرك في اسلوب في نطاق العمل لا. وبعد الثوره؟ وبعد الثوره مرينا لا. بعد الثوره الامور عاديه مازلنا مرينا حد بطبيعه الحال ما عدا السيده الواعظه كانت تجي وتتفقد شويه اما البقيه مازلنا مرينا حد. نجمش تقول لنا فمشي شكون وقرا في الكتاب وتخرج في رتبه عاليه؟ والله أنا بحكم من سبعة ومن عام 88 نخدم فهمت تخرجوا ما شاء الله برشا عندنا ما شاء الله الطبيب وعندنا الأستاذ وعندنا المحامي وعندنا ما شاء الله والبعض منهم تو قاعدة نقري لهم في صغيراتهم تلامذتي وقاعدة نقري لهم في صغيراتهم.
مشاهدينا هذه أصواتكم وهذه أصوات الأطفال اللي قاعدين يتلقوا في التدريس التعليم القرآني سواء كان في الكتاب وإلا في الروضات القرآنية اللي موجودة في المجتمع التونسي، وكنا زرنا هذه الروضات والكتاب على عين المكان باش نشاهدوا طريقة التدريس وأيضا الواقع التعليم القرآني وكذلك الصعوبات اللي ممكن تتعرض لها هذه الفضاءات. ولكن خلينا بدءا سي أحمد نتعرف عن فضل تعليم القرآن في هذه المسألة تحديدا. نعم، بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. تعليم القرآن مسألة مهمة في المجتمع المسلم وضرورية، وهي من الواجبات ومن الفروض المتحتمة على الوالدين أن يعلموا أبناءهما القرآن، وعلى الدولة أن تسهر على أن يتعلم القرآن من قبل الناشئة، فهذا أمر ضروري وفاء لهويتنا العربية الإسلامية. فنحن أمة مسلمة، والأمة المسلمة عمدتها واعتمادها في الحياة، في أمور حياتها وفي أمور معادها ما بعد الموت، على القرآن، لأن القرآن شمل ما يصلح حال الإنسان في الدين والدنيا، وبالقرآن نصلي. فلا يمكن لمسلم، والمسلم لابد أن يصلي، لا يمكن لمسلم أن يصلي بدون قرآن. ثم أن القرآن فيه من الحكم والمواعظ والقصص ما ينور عقل الإنسان وقلبه، وما يجعله ينظر إلى الحياة نظرة إيجابية، نظرة فعالة. نعم. القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق، القرآن يوقفك على عبر القصص في تاريخ البشرية، القرآن ينور العقول وينور القلوب. تعليم الأطفال القرآن مهم جدا، لأنه الطفل اللي يتعلم القرآن في صغره يتربى على حذق اللغة وجمال اللغة، ويسلم لسانه من اللحن أي من الخطأ في اللغة، وهذه كلها إيجابيات معناها زيادة على الجانب الديني اللي فيه أجر كبير لمن يعلم القرآن ولمن يتعلم. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، هذا عن فضل تعليم القرآن. وما نظنش أنه سي أحمد فما اختلاف كبير في مستوى أكيد قراءة الناس لهذه المسألة، لأنهم تقريبا يأكدوا على هذا الجانب احتراما لمرجعيتنا واحتراما لهويتنا. اللي عندهم الوعي الديني السليم. نعم. والكامل. نعم. لأنه الحقيقة هناك من يخالفنا الرأي في هذا، وإحنا في حصة السابقة ذكرنا من الجامعيين من ينادي بربما إزالة ما سمته هي امرأة، هي ما سمته عادة قبيحة اللي هي الأضحية والعيد. وأنا طلعت في بعض المواقع الإلكترونية على رأي كذلك أستاذة جامعية دكتورة تنادي بإزالة القرآن وحذفه من برامج التعليم، لأنه تحكي بلغة يعني معادية للقرآن الكريم. هذا موجود، راهو فما من يعادون القرآن، هذوما طبعا ما يمثلوش غالبية الشعب التونسي. غالبية الشعب التونسي هو مسلم متجذر في هويته العربية الإسلامية، متمسك بالقرآن تمسكا. نعم. شديدا. نعم. هذا هو الحالة الغالبة. هو الآراء تختلف والمواقف تختلف، ولكن ثم رأي يقول أنه التعليم القرآني طالما هناك فضاءات اليوم مدرسية تهتم بتقديم المعلومة للتلميذ في مناهج متنوعة ومتعددة، فلما فضاءات الكتاب وفضاءات الروضات القرآنية سي محمد؟ المسألة ربما تأخذ بعد أكثر عندما تتحول إلى الفضاءات، فضاءات تعليم القرآن اليوم، فما أهمية هذه الفضاءات وما الإشكاليات التي تطرحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقتي وأستعين كما قال الأستاذ أحمد، تعلم القرآن وتعليم القرآن من أكبر الأمور التي يقوم بها المسلم خدمة لدينه. وعبر التاريخ
نتبين أن هناك فضاءات موجودة، هذه الفضاءات تضرب في الماضي السحيق قرونا وأجيالا. نعم. ومن بين هذه الفضاءات الكتاتيب. الكتاتيب تعد من أعرق المراكز التعليمية في تاريخنا، وقد أولاها المسلمون منذ القرون الأولى أهمية قصوى، أهمية بالغة. أذكر الرحالة والجغرافي والمؤرخ ابن حوقل، توفي عام 50 و300 للهجرة، عد هذا المؤرخ عد في مدينة من مدن صقلية 300 كتاب. نعم. يعني في مدينة واحدة من المدن الإسلامية تلقى 300 كتاب. وكان الغرض واضحا، الغرض واضحا من إنشاء الكتاتيب، فالكتاتيب الغرض منها تعليم أطفالنا، تعليم أبنائنا اللغة والقراءة والكتابة وحفظ القرآن. وعبر التاريخ نجد أن المسلمين كانوا وراء أبنائهم في مستوى تعلم القرآن. نعم. يروى أن أنس بن مالك الصحابي، هذا توفي عام 93 للهجرة، سئل قيل له كيف كان المؤدبون في عهد الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال كان المؤدب، باش نراو العناية كيفاش كانت، كان المؤدب يأتي بإناء، وكان كل صبي بالترتيب، كل نهار صبي من الصبيان يأتي بماء طاهر. نعم. فيكتب على الألواح، تكتب آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقع محوها بذلك الماء، ثم فيما بعد يحفرون حفرة ويضعون فيها الماء اللي محاو به اللوحة حتى ينشف الماء. ليش؟ لقداسة الحرف ولقداسة الكتابة القرآنية. نرجع للتاريخ نجد أن العديد من العلماء والعديد من الفقهاء درسوا في الكتاتيب. الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي المتوفى عام 400 للهجرة يقول كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب حتى إذا ما ختمت القرآن تحولت إلى المسجد لأجالس العلماء. يعني حتى الأئمة الكبار وين تعلموا من الكتاب. وكانت المرأة زادة في الكتاب كان لها دور وكانت تعلم الصبيان. نعم. هذه العادة التي تضرب في الماضي السحيق قرونا توارثتها الأجيال، وصحيحنا في فترة الاستعمار وقع القضاء عليها، وفي فترة الاستقلال وقع القضاء عليها، رجعت شوية في حدود 2002 في بلادنا، لكن بضغوط وبتقييد شديد. ومع هذا لم يمنع الأولياء من أن يوجهوا أبنائهم، وتوى أكثر لو كانت جي تخير الأبناء بين الروضات التقليدية أو بين الكتاتيب، هذا حقا للحق ومن خلال البيانات ومن خلال الإحصائيات، أكثر الأولياء يوجهون أبنائهم للكتاتيب. تعرف في سنة 2008 1300 كتاب في تونس، ما يعادل 35 في عام واحد 35 ألف طفل يدخلون الكتاتيب، والقاعة فيها 35 تلميذ، لأنه يعني قانون ما يتجاوز شرية. علاش؟ على خاطر لأن كما قالوا تو بعض الأولياء الإقبال شديد. علاش؟ لأن المستوى اللي يتحصل عليه الصغير هذية في السنة قبل المدرسية، يعني أيوة في السنة التحضيرية، أما في سن الرابعة ولا في سن الخامسة، أيوة يدخل متمكن من اللغة العربية، يدخل وهو حافظ للقرآن، يدخل وهو يحسن الكلام، بالإضافة إلى اللغة هناك العديد من المواد. نعم. حتى الحساب موجود فيها. هذه المسألة، أهمية الكتاب والروضات القرآنية سي محمد، تخضع إلى اختيارات سياسية أهميتها تتفاوت بالنسبة إلى حضورها في المجتمع حسب الاختيارات السياسية في بلادنا خاصة في العهد البائد، ما وضعت لغرض شريف، ولكن الله أراد أمرا آخر. وضعت من أجل قطع أصول التطرف، وكل ما عنده كيف ما قال سيحن كل ما عنده صلة بالدين
عادة على أن التيارات السياسية والإعلاميون وكذلك الإعلاميون يرفضون كل ما عنده علاقة بالقرآن وكل ما عنده علاقة بالدين، مش الكل وإنما جانب مهم نعم عنده علاقة بالسياسة. نعم احنا برنامجنا سي محمد وسي أحمد تفاعلي، بإمكاننا أن نفسح المجال لمشاهدينا باش يكونوا حاضرين معنا وتكلموا في مستوى واقع هذه الروضات، أهمية هذه الكتاب وكذلك المشكلات والصعوبات اللي ممكن تتعرضوا لها في هذه الفضاءات. مرحبا بأسئلتكم، مرحبا كذلك بملاحظاتكم، ومرحبا بتجاربكم من خلال ما تلاحظوها ولا من خلال ما أنتم تشاهدوها مع صغاركم في الكتاب وفي هذه الفضاءات. المكالمة اللي معانا أخونا عبد السلام المصمودي من صفاقس، مرحبا بك سي عبد السلام. أهلا وسهلا بك سي عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا، تفضل سي عبد السلام. والله حبيت نشكرك على البرنامج هذا. يعيشك، شكرا. وهذه كانت عاده قديمه عندنا احنا، معنا اي صغير معنا ما يدخل المدرسه لما يدخل الكتاب. اي نعم. وانا من فضل ربي زاد عندي صغيراتي دخلت من الكتاب. وكما كنت تجيبوا في الريبورتاج، معنا من عندي بنيه قرات في الكتاب هذاك. ايوه. ومن فضل الله تو مهندسة ما شاء الله. ما شاء الله. وحافظين كلام ربي. وهك الجيل اللي يطلع صالح إن شاء الله. صغير يبدأ نشأته بالقرآن وبكلام ربي. وكما قال سي أحمد من القصص يحفظ كل شيء. نعم. قدرة الله يطلع كان صالح في الوطن هذا. الحمد لله. يعطيك الصحة سي عبد السلام، شكرا على اتصالك ومرحبا بك. سي أحمد، ثم تثمين لهذه الفضاءات من قبل المواطن، يقول لك أنا راني هزيت صغيري لقيت أنه ثم ثمرة حصلته من خلال هذه الفضاءات التعليم القرآني، ولكن التعليم القرآني اليوم واقعه مختلف عن واقع التعليم القرآني في الستينات والسبعينات والثمانينات. الواقع اليوم يقول أنه فما حاجات مهمة ولكن زاد فما صعوبات. نعم، هو دائما ننظر للمسألة على أنها من حيث المبدأ تعليم القرآن هو معناها مطمح نبيل وله غرض شريف وفيه من الفوائد ما فيه، لكن واقع الكتاب يتطور، فليس كتاب القرون الأولى ككتاب القرون التي تلتها ككتاب العصور هذه. الأستاذ محمد ذكر الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله حفظ القرآن كاملا وهو ابن 10 سنين. نعم، 10 سنين يحفظ القرآن كامل، وقد يوجد اليوم مثل ذلك ولكن قلة. الكتاتيب اليوم اتخذت شكلا متطورا، فإلى جانب تعليم القرآن نجد الكتاتيب تعلم القراءة والكتابة والخط، تعلم المحفوظات والأناشيد، تعلم بعض معناها تدرب الأطفال وتنشطهم ببعض الألعاب ومعناها الأنشطة الحركية، وهذا بيداغوجيا مفيد جدا للطفل، مفيد جدا للطفل لأنه الطفل يحتاج إلى الحركة، خاصة طفل اليوم الذي يشاهد التلفاز ويتعامل مع الأجهزة الإلكترونية. وطفل اليوم ليس كطفل قرون سابقة، فطفل اليوم يحتاج، ونلقاه توا بعض الكتاتيب مجهزة حتى بوسائل إعلامية، معناها حواسيب وما إلى ذلك، فهذا مهم جدا. والأساس في الكتاب بالنسبة كما أرى هو هذا الحرص على تعليم القرآن بكيفية سليمة وصحيحة. نعم. كما قال سي محمد، يخرج التلميذ من الكتاب يتكلم اللغة سليمة، ينطق الحروف نطقا سليما، وهذا نعم. عنده قيمته في اللغات الكل، ولغتنا العربية من أجمل لغات العالم، واللي يعرف قيمتها وهي لغة القرآن الكريم، وهي لغة أهل الجنة على معناها بعض الروايات وفي أصح الروايات. فإذن القرآن الكريم في روضاتنا اليوم ياخو النصيب الأكبر، حتى وإن تطورت أشكال التعليم في الروضات وفي الكتاتيب، يبقى القرآن الكريم من المفروض، وهو هذا هو الموجود،
يبقى القرآن الكريم هو الأساس في أنشطة الكتاتيب والروضات. نعم، نزيد نواصل مع المشاهدين في التليفون 74 621 607. خليكم مباشرة معنا في زدني علما مع موضوع التعليم القرآني اليوم في تونس، الواقع والصعوبات الخاصة بهذه الفضاءات اللي نتلقاو فيها التعليم القرآني. أخونا محمد دربال في مكالمة أخرى معنا في البرنامج، أهلا وسهلا بك سي محمد. رجاء نسمعنا من خلال التليفون برك مش من خلال التلفزة، باش ما يقعش الصدى وربما يزعج المتلقي ويخلينا فما صوت فيه تفاوت ما بين التلقي وما بين الصوت. سي محمد معنا؟ يبدو أنه يسمع فينا من خلال التلفزة برك، يا ريت أنه يسمعنا من خلال التليفون برك. سي محمد، الواقع الفضاءات يقول أنه فما مشكلات اليوم، فما صعوبات في هذه الفضاءات، لأنه البعض يقبل عليها والبعض الآخر ربما يلقى حرج في أنه يخلي صغيره في هذه الفضاءات، خاصة في ظل تعدد الفضاءات التعليمية اليوم في تونس. يقول لك شنو أهمية وشنو فضل وشنو الإضافة اللي ممكن يقدمها التعليم القرآني في الكتاب وفي الروضات القرآنية، والحال أنه تعليم القرآن موجود في المدارس، موجود في مختلف الروضات. هو موجود في المدارس وموجود في مختلف الروضات، لكن نعم، نسبة تحفيظ القرآن وتعلم القرآن في هذه الفضاءات التقليدية، وكما قال سي أحمد كذلك حتى في مستوى الكيفية في الطريقة التي بها يقرأ القرآن. أيوة. هذا أولا. وثانيا، نحن كنا في المجتمع الواحد الذي يفكر تفكيرا واحدا ويعيش نمطا حياتيا واحدا طبقا لما طبقا للنظام السياسي الموجود. كنا نعيش الحزب الواحد، المجتمع بكله يتشكل طبقا للتصورات وللبرامج التي يضبطها هذا الحزب. فكان التعليم يتوجه سياسيا ليش؟ للمحافظة على المصالح متاع الحزب القائم. هذه فترة وعشناها. الصعوبات اليوم، الصعوبات هي الصعوبات التي تشهدها كل المجتمعات التي تعيش وضعا انتقاليا، وفي الوضع الانتقالي لابد من أن تكثر الاتجاهات ومن أن تكثر القراءات ومن أن تكثر الميولات إلى غير ذلك. نعم، صحيح. الصعوبات اللي موجودة اليوم في مستوى التعامل مع الجديد، يعني أناس لعقود طويلة تربوا وعاشوا وعاهدوا فترة فيها خصوصيات، ما ثم إلا الروضة إذا كان حتى في الكتاب العدد متاعها ما هوش كبير ياسر توا للحريات اللي موجودة، ولا بالإضافة إلى الروضات التقليدية. أيوة. واللي راه ما نقولوش اللي مش قاعدة تقدم في خدمات، قاعدة تقدم في خدمات كبيرة. ومع الروضات ثم الكتاتيب اللي نضاف لها هي الروضات القرآنية. الروضات القرآنية هذه تابع للجمعيات الشرعية، هم يسميوها الجمعيات الدينية، الجمعيات الشرعية أو الجمعيات الإسلامية. في القانون متاعها الأساسي تلقى لأن من مهامها تحفيظ القرآن، وثم كراس الشروط وتخذ علة هي هذه كراس الشروط. أما شنو المشكل؟ المشكل كيف ما قال سي أحمد أن هناك صنف من الناس على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي عندهم صراع مع الهوية، هذه صراع مع الهوية. يعني تو في مجتمعنا التونسي غالبيته مسلمة، أنت حاجة تمنحها تحلو، الناس يحبوا دينهم ويحبوا يتوجهوا للكتاتيب هذه ويحبوا يتوجهوا للروضات هذه. نعم، الممنوع مرغوب معنا. هذا مرغوب، هذا اسمه ممنوع مرغوب. أي. وهذا ممنوع محبوب. محبوب. علاش؟ على خاطر الناس تعرف وين ترمي صغيراتها. وقت اللي انا ولي هكا الفلذة الكبد متاعي مش نرميه في روضة قرآنية، انا مطمئنش ثم. اما الاجواء السياسيه والتجاذبات اللي موجوده خلى ولا ثم حديث على ان الروضات هذه شولي تجيش في الصغار وتربي فيهم العقيده نتاع جهاد ومتاع تكفير، وكيف ما قال توا المشاهد الكريم معناها حوايج اللي هي بعيده علينا عذاب القبر. والطفل الصغير منين يعرفوا عذاب القبر؟ والمراقبه والمتابعه وتمشي مربي هكا يجي له وليد صغير من الاول يقول له راه ثم عذاب قبر الى غير ذلك. يعني كلام في الواقع لا نجد له أساسا. احنا يلزمنا الصحة، يلزمنا نتعايشوا، ويلزمنا نفهم على أن التنوع مطلوب وكل واحد يعمل طبقا لما هو موجود في القانون. أما ما يلزمش تم فكر واحد ونمط واحد وعيش واحد وتوجه واحد. نعم. هذا يلزم شكل. نعم نعم. نواصل مع المكالمة الهاتفية اللي معانا سي محمد دربال، أهلا وسهلا بك سي محمد.
على سي نور. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. مرحبا بكم سي احمد بوشحيم وسي محمد المدنيلي. مرحبا بك، بارك الله فيكم. عايشة. والكتيب اللي تحكوا عليه والله مشروع ناجح جدا، وانا حاجه خارقه العاده. مش المجمع احنا على المركز، احنا مشروع ان شاء الله قد ضرب انت كتبنا مزيد ان شاء الله تمشي، وان شاء الله قريب يحضر ان شاء الله قريب البشنو قد ضرب ان شاء الله نحبوا زين نواصل على العمل القراني هذايا وعلى تمشي، ومعنا وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. نعم. ويعني الانسان هذه باش يأدبوا صغيرات باش يعلموا القران من الاول باش يعرفوا يصرفوا كيفاش في حياتهم تمشي، باش يأدبوا على الخلق وعلى العمل الحسن وعلى الخلق الطيب وعلى العمل الصالح، ورب ان شاء الله يهدينا ويهديهم جميعا ان شاء الله. نعم. انت توسي محمد كيف قلت ان نراه الاقبال على الروضات القرانيه والتعليم القراني، هل الاقتناع وفما ضروره تحتم ذلك وفما اقبال على ذلك، والا ترى انه المساله تفرضت فرض معناها عليك نتيجه واقع معين؟ وحنا كل يوم ينشفلوا فينا ومعناها والمشروع هذا معناها طيب ياسر وعمل انسان كبير ياسر، معناها مع الصغيرات ومع تو الكبار هذوكم راكم يتعلموا في الملات ويتعلموا في دار القران ويتعلموا في برشا حوايج، اما الصغيرات ما يلزموش يحفظوا دار القران مثلا، الصغيرات يلزموا برشا يلزموا كتاب باش يتعلموا القران وباش يتعلموا الاخلاق ويتعلموا المعامله ويتعلموا السلوك الحسن ويتعلموا برشا حوايج اللي هي معناها تفيد الصغير من تو باش يطلع متربي ويطلع يعني اخلاقه طيبه وعمله صالح وما يطلعش ضايع في الحياه الدنيا دي. نعم. باسي محمد يعطيك الصحه على التدخل، شكرا على اتصالك، واحنا سمعناك وسمعنا مكالمه هاتفيه، سمعنا سي احمد وسمعنا سي محمد فيما يتصل بفضل تعليم القران وباهميه الكتاب وباهميه الروضات القرانيه، ولكن دائما نستحضر نكون ونتحدث معاكم دائما بصراحه ونحاول انه نلتصق بالواقع. المساله لا تطرح بهذه السهوله اليوم في المجتمع التونسي، لانه فما من يعارض هذه الفكره، فما شكون يقول لك انا لا نامن بهذه الفضاءات ولاني راغب في انه صغار يتلقاو التدريس والتعليم القراني في هذه الفضاءات، والاراء هذه راهي ماهيش عند المواطن العادي فقط، وانما حتى لدى جهات رسميه، والجهات الرسميه طالت حتى نواب المجلس التاسيسي، او خلينا نشوفوا العينه ثم لنعود وتعليقا على ذلك. عندنا ظاهرة خطيرة تهدد الطفولة وقاعدة متفحلة اللي هي التعليم في ما فهمتش لا كتاب ولا مكتب ولا شنو، منقبات قاعدين يعطيو في دروس لتلامذتنا لوليداتنا الصغار طفولة، شنو اللي قاعدين يعطيو فيهم؟ شنو اللي قاعدين فيهم؟ تحت أي إشراف هالأماكن هذيا الأماكن ما فهمتش تحت أي إشراف؟ وزارة التربية قالت ماهيش مسؤوليتي، وزارة المرأة ما نعرفش اسكو يدخل تحتها ولا لا، هذه ظاهرة اختيار، لأنه خوفي كل خوفي أنه تكون يعني محطة من محطات نتاع مشروع تونس الغد، نتاع أن نأثروا ونمهدوا ونخرجوا أجيال، لأنه الطفل كما يقول فرويد أبو الرجل، إذا أعددته المرأة ولا الطفل إذا أعددته تعد شعب كريم وطيب الأعراق. قولوا للروضات القرآنية عالم سري وصندوق مغلق، حد حد ما يعرف البرامج نتاعها، وحد حد ما يعرف المشرفين عليها، وحد حد ما يعرفش حتى صغارو كيفاش تقرا معناها، فهمت؟ والا حد حد ما ينجم يدخل لها الروضه القرانيه، شنو تعليقك؟ والله الاصل انه اللي يقول الكلام هذا لازم يكون عنده على الاقل مسكه من عقل، لانه حتى ولي في الدنيا وان كان حب الاباء لابنائهم يتفاوت، لكن حتى ولي ولو حب الولد يعني قليل جزئيا ما يخلي ولده في مكان ما يعرف عليه حتى شيء وما يعرفش عليه عن شكون يقرا ولا كيفاش يقرا ولا شنو الظروف اللي يتربى فيها ويقرا فيها، خاصه في العمر هذا 3 سنوات واربع سنوات وخمس سنوات. ثم ان شاء الله هذه فرصه باش تفضلتوا بحذانا في فرع نور البيان في صفاقس وتدخلوا تشوفوا هالصندوق اللي هو من اول يوم مفتوح، ولكن حتى ولو قال كثير من الناس انه مغلق هاي فرصه مش يكون مفتوح، والباب مفتوح امامكم باش تشوفوا المقر كامل وين يقراوا الاطفال وين ياكلوا وين يعني القيلوله، وتاخذوا اقوال بعض تعليقات بعض الاولياء بلا سابق برنامج ولا سابق اعداد وتشوفوا وحدكم. شنو السبب اللي يقولوا معناها الروضه القرانيه هي عالم سري والا صندوق مغلق؟ علاش؟
لانه كيما باش تاخذوا اقوال بعض الاولياء خاصه اللي عندهم اطفالهم هذا السنه الثانيه عندنا، يعني قرا ولده عندنا عم ناول ويكمل السنه، لانه يعني نجاح رابطه نور البيان والصيت اللي خذاته رابطه نور البيان والرياضه القرانيه بصفه عامه يخلي الرياضه ما يسمى بالرياضه التقليديه ما تقدرش تواجه الشيء هذا الا بمثل هذه الاشاعات، لانه يعني ما تقدرش تواجه لا برنامج يعني متين ولا ما عادش تقدر تستقطب الاباء والابناء بالطريقه اللي كانوا يستقطبوا بها قبل. بالنسبه للباس احنا باش يكون في علم يعني كافه المشاهدين، لباس هو موحد بالنسبه لكافه المربيات والمساعدات، نلبسوا يعني جميعا طبالي، معناتها احنا جوست هكا هكايا خطر خطر انتم معناتها جيتوا بحذانا كلكم. هذه المعلومه ربي يبارك. يعني تلبسوا طبليه وتلبسوا عادي. اي عادي ويعني من غير نقاب وكل. هل انه الاطفال هنا يلقوا اضطرابات نفسيه والا صعوبات في طبيعه التدريس والا الظروف نتاع التدريس في الروضه القرانيه لهنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا نرى عكس هذا، انا تو الثاني سنه عندي بنتي عامله القريته هنا وقيت نتيجه ايجابيه جدا جدا من جميع النواحي، من اخلاق، من تربيه، من الرعايه نتاع الجمعيه هذه، من كل شيء. بالعكس هما يجيو متوترين من الفاكونس والكل، بالعكس هنا يلقاو راحتهم. اون بلوس التعليم الديني وال يعني تسكي ذكر وقران واحاديث واحاديث الصباح والمساء سورتو يريضوهم اكثر من اللي بالعكس يعني مقارنة بالروضات العادية، فهمت؟ دونك هما يلقاو راحتهم النفسية أكثر هوني. أنت تحب تقرا هوني في روضة رابط نور البيانة؟ أي. علاش؟ خاطرها مزيانة. شنو آخر؟ نلعبوا فيها بالليجو ونخرجوا الحديقة ونزحقوا فيها. روضة هذي سمحة. شنو فيها به؟ شنو تقرأوا فيها الروضة؟ قرآن وأحاديث وغناء. تحب تقرأ في روضة نور البيان أنت؟ نحب. علاش؟ خاطرها باهية. يا ربنا يا ربنا يا رب كل عالمي أنت إله واحد بلا شريك أو معين، أطعمتنا وسقيتنا وجعلتنا كالمسلمين وأويتنا وغفرتنا يا من تزيد الشاكرين. مشاهدينا، هذه الآراء اللي استقيناها على عين المكان في رياض أطفال تعلم التعليم القرآني، ولكن سبق ذلك موقف الأستاذة سامية عبو نائبة بالمجلس التأسيسي فيما يتصل بهذه الفضاءات القرآنية، وتقول أنه فما مشكل في مستوى إشراف الوزارات على هذه الفضاءات. شكون المعني؟ شكون اللي يراقب؟ شكون اللي يتبع؟ وشنو المشكلات اللي ربما يتعرض لها اللي يتلقى التدريس في هذه الفضاءات؟ سي أحمد، هذا موقف اليوم بعض النواب في المجلس التأسيسي. نعم. من هذه الفضاءات. طبعا كل إنسان حر يقول اللي يحب، ولكن عندما نضع المسألة في إطارها الوطني ومن باب الوفاء لهويتنا العربية الإسلامية، فما شاهدناه في هذه الروضة التي كنا نشاهد عينات من أنشطتها ومن الإطارات المدرسة فيها وما إلى ذلك، أنا بصفتي رجل تربية الآن أتكلم، نقول المستوى البيداغوجي والمادة الوسائل التعليمية الموجودة في هذه الروضات والوسائل التربوية من معناها صور وزينة وأثاث وما إلى ذلك تدل على أنها معناها
تقدمية جدا وممتازة ومعناها عصرية إلى أبعد الحدود. معناها تخضع لكراس شروط هذه الفضاءات في مستوى الفضاء كهيكل قائم الذات. من المؤكد أنا ما أعرفه هو أن الكتاتيب هي تابعة لوزارة الشؤون الدينية. وفي وزارة الكتاتيب. نعم، وفي وزارة الشؤون الدينية مصلحة فيها معناها من الموظفين من يمسكون ملفات كل الكتاتيب ويعرفون من يدرس في هذه الكتاتيب، وهناك جهاز رقابة مدى تفعيله قد يتفاوت من فترة لفترة بحسب الظروف، ويدخل في هذا ظروف كثيرة، لكن مبدأ الرقابة موجود، مبدأ المتابعة موجود، مبدأ الوفاء لكراس الشروط هذا مطلوب. ثم أن الروضات سواء القرآنية أو غيرها هذه تابعة لوزارة المرأة، وأكيد أن وزارة المرأة كذلك لابد وأن لها جهاز مصلحة تهتم وتنظم عمل هذه المؤسسات، ومطلوب الرقابة. القضية اللي أثرتها الأستاذة سامية عبو من أن هناك منقبات يدرسنا وكذا، قضية النقاب هذه مسألة حرية شخصية. يبقى أن استمعنا إلى الأخت المروضة في الروضة القرآنية تقول اللي هي أمام الأطفال لا تكون منقبة، لأنه مباشرتها للأطفال طبعا لا يتأتى تفاعلها مع الأطفال وتأثيرها فيهم معناها بتدريسهم وبالتواصل معهم، وهذا التواصل لأن في السن هذه فما تواصل نفسي وتواصل روحي، تواصل وجداني بين المربي والمربى، فهذا يستدعي كشف الوجه من المرأة المروضة، وهذا موجود معناها ما همش قدام الأطفال هكذا بنقابهن معناها يتفاعلن مع الأطفال الصغار. نعم. إذن هذا معناها تقريبا الرأي، ورأي النائبة المحترمة تتحمل مسؤوليته هي، وهذا معناها الواقع يقول أنه إذا كان موجود مؤسسات ليست مندرجة في قائمة المؤسسات المرخص لها، أنا شخصيا لا أوافق عليها، أقول لا، يلزم الناس الكل تكون منضبطة للقانون اللي معناها سنته الدولة، واللي فيه كل المؤسسات هذه عندها كرس شروط وعندها معناها رقابة وتخضع معناها لتنظيمات رسمية معينة والقانون فوق الجميع. نعم، الكلام اللي قلته سي أحمد مهم وواضح، ولكن أنا نتصور ما وراء السؤال اللي ربما سمعناه الآن من موقف السيدة سامي عبو، وهو سي محمد يقول لك أنا راه المشكلة مش في الفضاء، الفضاء مزين والفضاء هايل والفضاء فيه وسائل حديثة والفضاء فيه تقنيات تواصل حديثة وهذا مهم، ولكن يقول لك المشكل أنه ما وراء هذه الفضاء ثم مشروع مجتمعي يريد البعض ترسيخه في المجتمع التونسي اليوم. يقول لك أنا اليوم القائمون أيضا نتحدثوا بشكل صريح سي محمد، نعم، والبرنامج مباشر، وحتى المشاهدين اللي يحبوا يتفضلوا باش يكونوا حاضرين معنا بالتليفون على ذمتهم باش يكونوا في الهاتف معنا اليوم 74 621 607. يقول لك البعض من القائمين على هذه الفضاءات يعملون على تجيش أطفالنا صغارنا دينيا وعقائديا، وهذا مشكل اليوم. يقول لك أنا المشكلة هذا خايف منه، فالمشروع المجتمعي وتجييش الأطفال عقائديا ودينيا بين الحقيقة وبين الادعاءات والشائعات. هي مسألة التجييش ابتداء لا يمكن أن تنطلق في مستوى سنة خامسة في سن الخامسة في سن الرابعة وإلا الخامسة، والتجييش
ما هو أخطر كيف يكون في هذه السنة لا اسمعني هي أرى الفترة هي وقت نقول السن السنة في السن الرابعة وإلا الخامسة العمر متاع الوليد الصغير يعني هيك السنة التحذيرية قبل 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 المدرسية نعم الفترة شنية متاع عام وإلا عامين ومش يدخل لمستوى التعليم العمومي بشكله العادي ومش يواصل الدراسة متاعه تبقى لبرامج مقررة من وزارة التربية نعم. ولا أعتقد أن فعل هاتين السنتين مش يحدد مصير متاع الصغيرات مش يوليونا فيما بعد معناها أشياء أخرى مش يعملوا حوايج أخرى ومخترة وتجييش وسلاح وإرهاب إلى غير ذلك أنا أقول بالعكس التعامل معها بقسوة وبشدة هو اللي ماشي يخلي أوكار متاع الإرهاب تكثر هذه واحدة واثنين شنو مشروع مجتمعي شنو المشروع المجتمعي المشروع المجتمعي هل يمكن أن يخرج عن دائرة الإسلامي هذوما قاعدين ثمشي واحد في تونس توا من عائلات التونسية من الأولياء ثمشي واحد يرفض بس باش صغيره يتعلم هو صغير ما قال ربي وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهؤلاء يتعلمون القرآن ويتعلمون الأدب وتوريناهم كيفاش يعملوا في البنية تعمل في أنشودة تحببها في ربي تحببها في الدين وتحببها في الحياة أنا نحب شنو الشيء اللي خلى الناس يتعاملوا مع مثل هذه الفضاءات بمثل هذه الحدة إذن فما شيء فما مشكل إذن ثم مشكل اسمع ثم نعم. مشكل ثم مشكل كيف ما هو موجود في إطاره السياسي نعم. كيف ما هو موجود في إطاره الثقافي كيف موجود في إطاره الاجتماعي مجتمعنا التونسي السياسيون ماذا أرادوا ماذا فعلوا أرادوا أن ينقسم المجتمع وفعلوا ذلك تو الكلام اللي تقول فيه الأستاذة مع كامل احتراماتي كما قال سي أحمد ثم كراس متاع شروط وثم خضوع للقانون والراجل قال لك ادخل للروضة متى شئت وإذا كان ثم جهاز متاع مراقبة متاع متابعة بيداغوجية وصحية إلى غير ذلك لو من يفعلوا إذا كان صاحب الروضة يقول لا فهو مخالف للقانون أما إش قاعد يدرس وإش قاعد وإش قاعد وإش قاعد يعمل ما نتصورش لأن ثم حاجة كبيرة تفوق العقول متاع الصغيرة وثم شكون هو اللي مش يشتكيه أنا من حتى أتحدث باسم الشعبي الأولياء هم الذين ذهبوا بأبنائهم بتلقائية قال لك أنا نائبة أتحدث نعم. باسم الشعب نعم أو سيديهم الأولياء قالوا إحنا صغيراتنا نعرفوا نخليهم ومدام ثم الفضاءات متنوعة وإحنا نعم. نتحدث عن ديمقراطية خلي الناس يختاروا الوجه اللي يحبوها ولكل وجهة هم أولياء نعم سي أحمد لك ما تضيف إيه نحب نعلق على كلمة تجييش نظرها بين ظفرين وسي محمد بدأ الحديث فيها وأنا أواصل ما قاله الأستاذ محمد التليم ذات هذوما أو الأطفال الصغار هذوما بعد الروضة أين سيذهبون سيذهبون إلى المدارس العمومية ها؟ نعم. والتجييش يتطلب مرحلية عسكرية معناها ما هي فترة مؤثرة جدا رياض الأطفال هي مؤثرة هي مؤثرة جدا في الطفل راه هي فترة أساسية في بناء الشخصية نعم ولكن الواقع شو يقول احنا الأولياء سمعنا ولي قال أنا بنتي العام الماضي معناها قرأت في الروضة هذه قالوا حقيقة معناها شفت نتيجة إيجابية جدا معناها وبعد الصغيرات هذو مش يمشيوا للمدرسة في المدرسة مش يتعلموا البرامج اللي عملتها الدولة معناها برامج التربية اللي تحت إشراف وزارة التربية فكلمة التجييش هذه كأني أريد بها صب زيت على النار لي معناها ربما إذكاء نار التوتر وإذكاء الصراعات واللي نحبوا نقسموا المجتمع الناس متطرفين وإرهابيين ويحبوا يعلموا الصغيرات لابد أن نربأ بأنفسنا عن مثل هذه الأفكار وحتى كان إنسان ما اخترلوش باش يخلي صغيراته في الكتاب ولا في روضة قرآنية هو حر في ذلك ولا أحد يجبره وكل إنسان حر في تربية أبنائه على النمط اللي يحب هو لكن احنا نبينه بما نرى ووفق ما نرى والله على ما نقول شهيد ونخليه ديما المشاهد الكريم اللي معانا ويشاهد فينا يجم يتصل بينا ويكلمني إذا كان ثم بعض الأفكار اللي ربما يراها يتفاعل معها في زدني علم اليوم مرحبا به التليفون 74 621 607 ونمشي والخونة حسيب من صفاقس مرحبا بك سي حسيب
وبيك خويا عسلامة. أهلا وسهلا بيك سي حسيب. عسلامة سيدي، مرحبا بيكم ونشكركم على البرنامج هذا. يا عيسى. أنا بون حبيت نحكي في هالموضوع هذا بالذات، أنه بالتجربة نتاعي أنا عندي ثلاث صغيرات، بون دخلت الروضة ومع ذلك مش مفيش تحسن ثم موجود، أما الشيء اللي خلاني نحاول كيفاش ندخل من الكتاب ونوجهها من الروضة للكتاب، أنه الشيء اللي سمعته على الكتاب من جميع الأشياء الباهية الحلوة اللي تخلي التلميذ الطفل يتثقل بالصغرى نتاعو. شنو هي الحاجات هذيا؟ شنو هي الحاجات؟ شنو هي الحاجات هذيا اللي لقيتها في الكتاب وما لقيتهاش في فضائيات أخرى؟ أنا نقول لك عليه. أنا في الكتاب بالرغم اللي يقول الكتاب تعلم كان القرآن وتعلم الحديث وتعلم، أنا الشيء اللي ريته في الكتاب سيرتو في الكتاب اللي كان تو كنت تجيبوا فيها في فلزة. نموذج يحتذى به في جميع الكتاتيب نصور أنا هكا. اللي نصوره أنه لازم الكتاب كتاتيب كاملة تاخذ منهج هذا، أنه تلميذ صغير في عمره نتاع 5 سنين ونتاع 4 سنين يدخلوا للكتاب وتشوفوا تشوف المتابعة الموجودة كاملة للتلميذ، متابعة صحية، متابعة للتلميذ حتى من ناحية البو، معناتها تصور المربية والسيدة الفاضلة اللي تربي في الكلام هذوما توصل باش تعيط للولي إذا كان ثم إشكالية عند البيت. هذا يوضح أن ثم متابعة بيداغوجية ومتابعة صحية وتأطير كامل. التأطير هذا أنا ما لقيتوش في الروضة. أنا الروضة نقول نهز ولدي للروضة، نهزه الصباح نرجع للصباح نهزه ما تلقاش حتى الوليد كيف كيف كي كي تسأله سؤال شو عملت اليوم يقول لك لعبت، ما يقولكش أني حفظت حاجة. لكن في الكتاب كي تشوف الوليد يقول له يا ولدي شو عملت اليوم، أيوة. يقول لك راني أنيستي حفظتني الحاجة الفلانية، حفظتني مش نحكي على كحفظ قرآن ولا حفظ حديث، بالرغم هذا كل ثم حوايج أخرى اللي في الكتاب هذه بصفة خاصة، أنها في المواسم، مواسم الحج، مواسم العيد الأضحى، العيد الفطر، مواسم رمضانية، التلميذ اللي يجي البو يقول له يا بابا راهو جمعة جاية العيد، راهو العيد تعرف علاش عيد الكبيرة؟ على خاطر سيدنا اسماعيل، على خاطر علوش، خاطر كذا. مع تصور التلميذ يولي يوعي في بوه، مش البوه يوعي في الوليد. اذا تراه متشبع بمرجعيته وكذلك بتاريخه وبهويته، هذا اللي خلاك انت تخلي صغارك في مثل هذه الفضاءات. مع الشكر. نعم مع الشكر سي حسيب. تفضل. حابين نزيد حبيبي برك اني نقدم بالشكر للمربية الفاضلة المذيوب هذه اللي خلت اجيال. انا عطوا عندي ثلاثة صغيرات، الوليد الكبير تبارك الله يقرا في المعهد النموذجي ومن المتفوقين. الشيء اللي خل اللي خليني انا صغيراتي الصغار نعمل لهم الاسكريبسيون في الكتاب قبل 6 شهور 7 شهور بعام. ونشكركم على البرنامج هذا وبارك الله فيك. يعيشك يا سي حسيب، مرحبا بك وشكرا على اتصالك. سي محمد، ثم واقع زمنا نعترف به انه التفاوت اليوم في مستوى هذه الفضاءات من حيث المكونين والمدرسين موجود، وكنا شاهدنا في الروبورتاج الأول في روضة من الرياض تقول أنه المعلمة والمدرسة تقول راه ما تلقيناش تكوين في علم النفس التربوي، وهذا ربما قد يؤثر في مستوى الوسائل البيداغوجية والتعامل مع الفئة العمرية الموجودة في رياض الأطفال الخاصة بالتعليم القرآني. هو التفاوت هذا موجود في الكتاتيب وموجود في الروضات وموجود في مدارسنا وموجود في اعدادياتنا وموجود في ثانوياتنا وموجود في المعاهد العليا وفي الكليات. يعني التفاوت هذا موجود. هذا اولا. اثنين، نحن عندما نصغي الى كلام المشاهدين نتبين لانه ثمة تفاعل كبير وثم اقبال الروضه تو اللي يحكيوا عليه هذه قبل ما يكمل جوان، قبل ما يكمل الجوان العدد اللي مش استقبلوا للسنه الدراسيه الجديده ينتهي. يعني بعباره اخرى ما كمل كل اغلقت باعتبار انه العدد كبير بالضبط في مستوى الاقبال. بالضبط. ولو كان الفضاء جاء هذا اوسع راهو العباد اكثر.
اكثر. والولي هذا يقول لك راني انا ولدي يقرا في النموذج، يعني على ان هك السنه التحضيريه والا السنتين قبل الـ قبل الـ قبل المدرسه اخذا فيها تكوين متكامل. نرجع للمربيات صحيح، وانا نعتقد لان في مستوى الكتاتيب راه ثم تكوين على مستوى علم النفس التربوي في المستوى البيداغوجي الى غير ذلك. الفتره اللي نعيشوها الان متاع ثوره، الوضع في جميع مؤسساتنا التربويه ليس وضعا عاديا وانما هو وضع استثنائي. نعم. واعتقد على ان جهود السياسيين والاعلاميين والتربويين الى غير ذلك الافضل انه يتوجه لتجويد المردودي والارتقاء به، لا من اجل الدعوه الى غلق هذه المؤسسات ولا هذه الروضات. نعم. نواصل مع التليفونات. سي محمد اهلا وسهلا بهم مشاهدينا في اتصالهم بزدني علما فيما يتصل بالتعليم القراني اليوم في تونس. اخونا رمزي اهلا وسهلا بك. مرحبا.